أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. أيها الإخوة الأخوات، هذه الآيات هي في الصنفين غير المنتفعين بالقرآن. فالآيات التي سبقت هي في الصنف الأول المنتفع بالقرآن، أما هذه الآيات فهي في صنفين، نوعين من الناس لا ينتفعون بالقرآن ولا يكونون من أهله ما داموا على هذه الصفات. فتأملوا جيدا أيها الإخوة هذه الصفات لنحذرها في أنفسنا، لأن من اتصف بإحدى هذه الصفات نقص اهتداؤه وانتفاعه بالقرآن. الصنف الأول وهم الكافرون، قال الله عز وجل عنهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية أيها غرضها كما ذكرت لكم في بيان حال المكذبين من الكافرين. وهنا قد يكون إشكال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هل يعني تعني هذه الآية أن الكافر سواء أنذرته أو لم تنذره لا يؤمن؟ إذن فما الفائدة من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذه آية تشكل على كثير من الناس في ظاهر مفهومها، لأن لو أخذنا بظاهر مفهومها على هذا الوجه فإنه لا فائدة من دعوة الكافرين، لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن فما الجواب؟ فما المعنى المقصود؟ من يذكر هذا أيها الإخوة؟ نعم، هذا وجه. قيل أن هذه الآية في صناديد الكفار كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم والأحزاب. وقيل أيضا نعم أنهم من هم؟ أي كافر؟ هذا السؤال. نعم، الكفار الأولين. طيب، ونحن نرى أن من الكفار الأولين من آمن. نعم، الذين كتب، هذا معنى من معاني المفسرين، الذين كتب في علم الله أنهم لا يؤمنون. لكن لماذا الله عز وجل يوجه نبيه بذلك؟ في معنى لطيف مهم جدا أيها الإخوة، سم الذين لا يرجى إسلامهم. لماذا؟ دعوني أوينها حتى يطيل الوقت، يأخذنا الوقت. هم الذين أيها الإخوة أصروا على الكفر، هم الذين أصروا على الكفر وعاندوا وأبوا أن يستجيبوا ويستمعوا كلام الله عز وجل. فإنك تجد أن هذا المعرض المصر على الكفر لا يمكن يؤمن أبدا ولا ينتفع بالقرآن، لكنك تجد من الكافرين من يسمع كتاب الله عز وجل فيؤمن. أليس عمر كان مشركا فلما سمع كتاب الله آمن؟ كيف آمن؟ آمن حينما أحضر قلبه وأصغى بسمعه وأقبل على القرآن. فكل كافر يقبل على القرآن يهتدي، وكل كافر يصر على كفره ويعاند ويأبى أن يؤمن بهذا القرآن لا يمكن أن يهتدي. أرأيتم ذلك؟ هذا هو المعنى الظاهر الصحيح الذي رجحه كثير من المفسرين. إذن هي في المصرين على الكفر المعاندين
العامدين في كفرهم. فهذا هؤلاء سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألسنا قلنا أن هذه الآيات في من لا ينتفع بالقرآن؟ بلى. إذن هي في المصرين الذين عقدوا في قلوبهم الكفر وأبوا أن يؤمنوا، فلذلك جزاؤهم ماذا؟ قال الله جزاؤهم من جنس عملهم. قال الله خاتم على قلوبهم، ما دام أنهم مصرون فالله تعالى يزيدهم إصراراً وضلالاً، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وإنما خص القلوب هنا لأن القلوب هي التي تعي، والأسماع لأنها هي التي تسمع كتاب الله عز وجل. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء لا يبصرون الحق. فالحق يبصره الإنسان ببصيرته قبل بصره، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأشار الله عز وجل أن من أعرض فإن الله عز وجل يزيده إعراضا ويمده في طغيانهم، كما قال الله عز وجل في آخر يمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال الله في الجنس الثاني أو النوع في الصنف الثاني من المعرضين وهم المنافقون، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا سؤال أيها الإخوة، لماذا عبر عن المنافقين بقوله ومن الناس ولم يقل والمنافقون يقولون؟ لمعاملة لهم بمثل حالهم، أليسوا يخفون إسلامهم؟ أليسوا يخفون كفرهم خداعا ومخادعة لله ورسوله المؤمنين؟ فالله تعالى هنا عاملهم بمثلهم فعبر عنهم بأسلوب عام ومن الناس. ثم أيضا هم من الناس الذين سبق ذكرهم وهم الكافرون، فكأنهم قال هؤلاء صنف من الكافرين، وإنما خصصناهم لأنهم صنف فيهم خطر على المسلمين، ولذلك أطال الحديث عنهم. فهذا سر الحديث، في سر طول الحديث عنهم. تحدث الله عن الكافرين في آيتين وأطال بعد ذلك الحديث عن المنافقين لأنهم يعيشون مع المؤمنين، ولا شك أن خطرهم أعظم لخفائهم، فالله تعالى ميز صفاتهم لنعلمهم، فمن كان في هذه الصفة ففيه صفة من المنافقين. ما هي هذه الصفات؟ الصفة الأولى قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن هي إيمانهم الظاهر وكفرهم الباطن، فمن كان هذا حاله فهو منافق، لا يمكن أن ينتفع من القرآن بالقرآن. فهذا أول مانع من موانع القرآن، موانع الانتفاع. ثم المانع الثاني، تابعوا معي بالمصحف أيها الإخوة آية آية، لأن كل آية تحمل معنى أو تحمل مانع. قال الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا وصف زائد كاشف للمنافقين، وهو اتصافهم بالمخادعة، اتصافهم بالمخادعة، وهو مانع من موانع الإيمان والانتفاع بالقرآن. لماذا؟ لأن المخادعة أيها الإخوة متضمنة إخفاء أمر فاسد في النفس، وإذا فسد القلب لا يمكن ينتفع بالقرآن. فالمخادعة لله ولرسوله، كلما كانت المخادعة في جانب الإيمان كانت أعظم جرماً وضلالاً ومانعاً من موانع الاهتداء. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن صفة المخادعة أياً كانت صفة ليست من صفات المؤمنين، وإنما هي من صفات المنافقين. وجه مخادعتهم لله، قال الله عز وجل يخادعون الله. كيف يخادعون الله؟ هم يخادعون في دين الله، هم لا يخادعون المؤمنين في أمر من أمور الدنيا، وإن كانوا يفعلون ذلك، لكن المقصود هنا أنهم يخادعون المؤمنين في أمر من أمور الدين، في أنهم يظهرون إيمانهم ويبطلون كفرهم. فلذلك قال يخادعون الله، كأنهم قالوا يخادعون دين الله عز وجل. وأيضا فإن مخادعتهم للمؤمنين كأنها مخادعة لله عز وجل، فذلك من تعظيم هذا الأمر وبيان فساده وجرمه. ثم بين الله جزاءهم فقال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يخدعون أنفسهم؟ يعني
أنهم كأنه كما يقال يلعب على نفسه، بمعنى أنه ها هو يصلي لكنه لا يكسب من صلاته شيئاً، ها هو يؤمن لكنه لن ينتفع من إيمانه شيئاً، فهو يخدع نفسه، لأنه سيأتي يوم القيامة وقد حبط عمله كله بريائه ونفاقه. فهذا معنى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يشعرون أن هذا الإيمان لن ينفعهم لا في الدنيا أو لا ينفعهم في الآخرة عند الله عز وجل، وإن نفعهم في الدنيا بأن كانت أجريت عليهم أحكام المؤمنين. الوصف الثالث، قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا الوصف هو مرض القلب، إذا ورد مرض القلب والكذب هذان وصفان، مرض القلب، فإذا كان هناك مرض في القلب ودخن، والمرض هنا المقصود به المرض المعنوي بالشك والريب والاضطراب وعدم التصديق، فكل ذلك داخل في هذا المرض. كل ما كان في القلب من دخن وشك وريب وكبرياء كل ذلك داخل في هذا الوصف، فهي كلها من صفات المنافقين. ثم خص صفة واحدة من صفاتهم لأنها هي من أشهر صفاتهم، قال الله عز وجل: بما كانوا يكذبون. وإنما نص وصرح الله عز وجل بها لأنها صفة يجب الحذر منها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وأعد أولها فقال: إذا حدث كذب. وهذه الآية فيها قراءتان: بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون في حديثهم وبما كانوا يكذبون في إيمانهم، فاشتملت حالهم الظاهر والباطن. فزادهم الله مرضا، ماذا زادهم الله؟ أي زادهم الله اضطرابا وشكا وريبا وخوفا وغير ذلك، جزاء من جنس عملهم. قال الله عز وجل في صفة أخرى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية في بيان الصفة من صفاتهم الذميمة المانعة من الانتفاع بالقرآن، وهي انعكاس مفاهيمهم، يظنون بأنهم بأعمالهم يصلحون وهم يفسدون، وهذا أمر ظاهر. فهم يدعون أنهم يزعمون الإصلاح زعماً وكذباً، أو أنهم يتصورون أن هذا هو الإصلاح، كما هو حال المنافقين اليوم. اليوم المنافقون ينادون بالإصلاح الذي يزعمونه وفيه ما فيه من تغيير مبادئ الدين ومظاهر الدين، ويزعمون أن هذا تقدم، ويزعمون أن هذا انفتاح، ويزعمون أن هذا إصلاح للمجتمع، وما يشعرون أنهم يفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. ونحن نرى أن هذه الصفة أيها الإخوة صفة جلية ظاهرة فيما نراه من حال المنافقين اليوم. نعم أيها الإخوة، ها هي دعواتهم في التغريب ودعواتهم في الاختلاط ودعواتهم في مظاهرة الكافرين وموالاتهم وغير ذلك، كل ذلك باسم الإصلاح والانفتاح على الآخر والتقدم وعدم الانغلاق، كل هذه الدعوات فاسدة، كل هذه الدعوات داخلة في هذه الآية في قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله: ألا إنهم هم المفسدون. ولاحظوا أيها الأخوة حكم الله عليهم، قال: ألا، أداة تنبيه، ثم قال: إنهم، أداة تأكيد، ثم قال: هم حصرا المفسدون، ولم يقل مفسدون وإنما بالألف واللام، يعني هم المفسدون حقا. فما أعظم حكم الله عليهم المتمثل في هذه الآية، قال الله: ولكن لا يشعرون. قال الله عز وجل بعد ذلك في صفة من صفاتهم زائدة مانعة من الانتفاع بالقرآن: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لاحظوا أنه في كل آية يأتي وصف وحكم من الله عز وجل. قال هنا آمنوا، إذا قيل لهم آمنوا،
كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الصفة تبين ماذا؟ تبين استخفافهم بالمؤمنين، كانهم يقول نحن نؤمن مثل هؤلاء السفهاء، يعني لا عقول لهم، السفيه الذي لا عقل له، يظنون أن المؤمنين سفهاء لا عقول لهم، لا يفكرون في مصالحهم، لا يعون حقيقة الحياة، يعيشون منغلقين كما يزعمون. هذه دعواتهم اليوم. ها أنتم أيها الأخوة ترون كيف أنهم يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويستقلونهم، بل وصل الحال بهم اليوم إلى أنهم يسخرون من العلماء ويزدرون بهم ويحاولون تنحيتهم عن الحياة العملية للناس. وهذا والله ضلال مبين، وهذا وصف ظاهر في دخولهم هنا، لأنهم قالوا ألا إنهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي لا عقول لهم، لا يفكرون، لا يعرفون أبعاد الأمر. لماذا هؤلاء يقولون ذلك المنافقون؟ لأنهم لا يعيشون إلا مصالحهم الدنيوية، ليس لهم في دين الله شأن، أو ليس لدين الله عندهم في نفوسهم شأن، فلذلك كان حكمهم. قال الله عز وجل عنهم ألا إنهم، لاحظ أداة تنبيه تأكيد ممن؟ من الله عز وجل. ألا إنهم تأكيد، هم تخصيص، السفهاء استغراق الألف واللام، فهم حقا السفهاء. إذن السفه، حق السفه في هؤلاء الذين يدعون أنهم يؤمنون ويزعمون ويسخرون بالمؤمنين. ثم قال الله عز وجل في وصف آخر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا وصف أيضا آخر من صفاتهم الذميمة المانعة من الانتفاع بالقرآن، وهو كونهم مذبذبين متخلخلين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا كان الإنسان متذبذب بين أهل العصاة وبين أهل الطاعة، فذلك فيه دخن وفيه ضعف، فيه مانع من موانع الاهتداء. فينبغي على المسلم الحق والمسلمة الحقة أن يكون ثابتاً على مبدأه في الإيمان، لا متزعزعاً. إذا رأى أهل الباطل تركهم، وإذا رأى أهل الحق كان معهم. ثم حكم الله تعالى عليه بقوله الله يستهزئ بهم، جزاءً لأفعالهم حينما قالوا لشياطينهم. لاحظوا التعبير أيها الإخوة، إذا لقوا الذين آمنوا، لقوا فقط ملاقات مع الكافرين، ماذا قال الله عنهم؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوة بمعنى أنهم في حال من القرب والدنو وحال من الرغبة إلى أن يكونوا معهم، ولذلك قالوا إنا معكم. هناك قالوا آمنا فقط ظاهرا، فلاحظ التعبير البليغ في بيان وصفهم. ثم قالوا إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. فقال الله عز وجل هو يستهزئ، ولم يقل استهزأ، قال يستهزئ، أي هو دائما سبحانه وتعالى يستهزئ بهم. بماذا؟ بأنهم يملي لهم فيجريهم في أحكام في الدنيا مع المؤمنين، لكنه يتربص بهم في عذاب الآخرة. ولهذا قال ومدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تأملوا إخواني الكرام التعبير بالشراء، شروا الضلالة، انظروا يا إخواني كأنهم باعوا الهدى بيعا واشتروا الضلالة. أي ضلال بعد هذا؟ أن يبيع الإنسان الهدى ويشتري الضلالة. هكذا حكم الله تعالى أو بيّن الله وصفهم. فما والله ربحت تجارتهم، كيف تربح تجارتهم وقد باعوا الهدى واشتروا الضلالة؟ وما كانوا مهتدين، أي لن يهتدوا بالقرآن. لاحظوا التعبير بقوله وما كانوا مهتدين، أي لن ينتفعوا ولن يهتدوا بكتاب الله. ثم انتقل الحديث في بيان مثلهم، المثلين، مثل الماء والنار أو النار والماء. قال الله عز وجل كشفا لهم ولحالهم وتصويرا لهم أكثر بعد بيان أوصافهم، قال الله عز وجل مثلهم. واختلف المفسرون هنا في من هذه الآيات، قيل هي في الكافرين
قيل في المنافقين، وقيل آية في الكافرين وآية في المنافقين، لكن الظاهر والله أعلم أنها في المنافقين لما سيأتي. قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هاتان الآيتان أيها الإخوة غرضهما هو بيان حال المنافقين مع الإيمان، كيف حالهم مع الإيمان، كيف إذا جاء الإيمان. قال الله: مثلهم في الإيمان كمثل الذي استوقد نارا. انظر ماذا قال ابن عباس في بيان المثل، قال أن المنافقين استوقدوا نارا، استوقدوا نورا من المؤمنين بإيمانهم الظاهر، يعني كونهم قالوا آمنا استوقدوا نارا من المؤمنين، لكن هذا النور كان نورا ظاهرا ويسيرا لا دوام له بما أظهروه من كلمة الإيمان فقط، وانتفعوا به يسيرا بماذا؟ بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ولم يتمكنوا منه في أنفسهم، لم يكن في قلوبهم، فإذا ذهبوا إلى أهل الكفر ذهب عنهم هذا النور تماما، وبقيت ماذا؟ بقيت الظلمة الشديدة الموحشة في قلوبهم، ظلمات، ظلمة النفاق والكفر والتكذيب وغير ذلك، وما أعقبه النفاق من حيرة واضطراب وقلق. وكذلك أيضا فإن بقاء هذا النور الذي حازوه من المؤمنين هو نصيبهم في الدنيا فقط، فإذا ماتوا انقطع هذا النور ولم يكن لهم فيه نور. فهذا المثل الناري، هذا المثل الناري أنهم استوقدوا من المؤمنين نورا بالإيمان الظاهر، فإذا ذهبوا إلى الكفار وجدوا الظلمة والوحشة والقلق والاضطراب، ظلمات. وهكذا ذهب الله بنورهم. وتأملوا أيها الإخوة قول الله عز وجل: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم أو ضيائهم. لماذا؟ يعني بقي ذهب الله بالنور وبقي إيش؟ الإحراق. يعني من مصدر النار، النار فيها أمرين: إحراق ونور. فالله عز وجل سلب منهم النور فبقي الإحراق وهو الظلمة في قلوبهم. ثم حكم الله عليهم بقوله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ما دام هذا حالهم. ثم جاء المثل المائي فقال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الآية. هذا المثل أيها الإخوة يبين حال المنافقين مع إيش؟ مع القرآن. المثل الأول حالهم مع الإيمان، كيف حالهم مع الإيمان كما ذكرنا. هذا يبين حالهم مع نزول القرآن كيف كان حالهم. انظروا إلى ما ذكره ابن عطية رحمه الله في تأويل هذا المثل، قال جمهور المفسرين: مثل الله القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال عليهم والعمى وهو الظلمات، وما فيه من الوعد والزجر وهو الرعد، وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد أن تبهرهم وهو البرق، وتخوفهم وروعهم وحذرهم هو جعلهم أصابعهم في آذانهم، وفضح نفاقهم واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها في الجهاد والزكاة هي الصواعق. وهذا كله صحيح بين. يعني القرآن مثل هذا المطر، هو عليهم عذاب. المطر مع أنه أصله رحمة هو عليهم عذاب. لماذا؟ لأن هذا المطر فيه خير وهو هذا الماء، وفيه شيء ضار وهو هذا الرعد والبرق، فهذا الرعد والبرق هو نصيب المنافقين، وهذا الماء والغيث هو نصيب المؤمنين. فهذا المثل يبين هذا الحال. فإذا نزل عليهم القرآن كان نصيبهم من القرآن ماذا؟ الوعيد وفضيحتهم وبيان صفاتهم والتحذير منهم وذكر عقوباتهم في الدنيا والآخرة، فيملأهم رعباً وخوفاً. ولذلك وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا حال أهل النفاق
مع القرآن. فهذان المثلان أيها الإخوة يمثلان حال المنافقين مع الإيمان ومع القرآن. هذه الآيات جاءت بعد ذكر الطوائف الثلاثة، فكأنها دعوة لهم جميعاً، ولذلك قال يا أيها الناس، لأن هذه الدعوة يدخل فيها الكفار والمنافقون والمؤمنون قبل ذلك، فعبر بذلك بقوله يا أيها الناس، فدعاهم جميعاً إلى عبادة الله وحده، إلى أن يؤمنوا بالله وحده. وتضمنت هذه الآيات هذه الدعوة أيها الإخوة تضمنت أصول الدين الحق، فتضمنت أولاً توحيد الألوهية بعبادة الله وحده مع بيان موجبات هذه العبادة وهي آياته في توحيد الربوبية. ثانياً تضمنت الإيمان بالقرآن وأنه حق لا ريب فيه. ثالثاً تضمنت الإيمان برسله أو برسوله المنزل عليه هذا الكتاب وأنه عبد الله ونبيه. وتضمنت رابعاً الإيمان بالجزاء الأخروي لأهل الكفر بالنار ولأهل الإيمان بالجنة. هذه ما تضمنته هذه الآيات في قسمها الأول. هنا سؤال أيها الإخوة، وهو ما وجه تخصيص الآيات والنعم المذكورة في الآية؟ خصص الله عز وجل في هذه الآية، تأملوها جيدا، ذكر الله فيها الخلقة البشرية والبنيتان الأرضية والسماوية وما يخرج منهما من الثمرات من إنزال المطر وإخراج النبات، فهذا ذكره الله وخصه لأنه محل الاعتبار للبشر وهو مواطن المنافع الظاهرة لهم. هذه أعظم منافع لهم، خلقتهم، خلق الأرض والسماء وما بينهم من إنزال المطر وإنبات النبات، وبها يقوم الدليل الظاهر على وجود الله عز وجل وعلى قدرته. ولو تأملنا سياق الآيات أيها الإخوة لظهر لنا حسن الانتظام في هذا التقرير ودقة التعبير من وجوه. أولاً ابتدأ بخلقهم لأنه سابقة أصول النعم عليهم، أعظم نعمة عليهم هي خلقهم، ثم ثنى بخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم التي لا بد لهم منها، ثم ثلث بخلق السماء التي هي كالسقف الذي يظلهم، ثم ذكر بعد ذلك إنزال الماء من السماء الأرض والإخراج به من بطنها أي من بطن الأرض، وهو أشبه بالنسل المنتج من الحيوان. تأملوا أيها الأحبة كيف ابتدأ أوامر السورة بالأمر هنا بالعبادة. هذا أول أمر، أول أمر في السورة هو هذا الأمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن أول أمر جاءت به الرسل اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان أول أمر في كتاب الله عز وجل وأول دعوة في القرآن لمن قرأ القرآن يأتيه هذا الأمر، اعبدوا الله الذي خلقكم، فكان مناسبا. ثم أيضا أنه مناسب لتأسيس الدولة الإسلامية وبناء تشريعها الأساسي، فهو مناسب لذلك. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه الآية أيها الإخوة واردة في إظهار التحدي لإثبات نهاية كمال القرآن وسلامته. في الآيات الأولى أول السورة بيّن كماله، ثم بيّن في هذه الآية التحدي لهم، يعني أظهر التحدي لهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، كما أنها واردة في إثبات الأصل الثاني وهو إيش؟ النبوة والكتاب، تصديق بالنبوة والكتاب بعد الأصل الأول وهو الإقرار بالعبودية لله عز وجل. تأملوا التعبير أيها الإخوة في قوله وإن كنتم في ريب، ما قال إن كان فيه ريب، قال إن كنتم أنتم في ريب مما، ثم قال ريب يعني أدنى ريب فأتوا بسورة مثله، ثم قال مما نزلنا على عبدنا، ولم يقل أنزلنا. ما الفرق بين نزلنا وأنزلنا؟ أنزلنا أو نزلنا تأتي على التدريج، وأنزلنا مرة جملة واحدة، فكأنه قال يعني لكم أن تفكروا في الأمر جليا طويلا، فكروا فيه كما تريدون. وأن هذا الإنزال الذي أنزله الله على محمد منجما ومفرقا ابحثوا فيه عن قصور أو ريب أو نقص، فأتوا بسورة من مثله
وادعوا شهداءكم. لم يكتفي بعد لم يكتفي بدعوتهم إلى أن يتحداهم بأنفسهم، بل قال ادعوا شهداءكم. ومن هم شهداءهم؟ شهداءهم الأصنام، وشهداءهم كبراءهم ورؤساءهم وزعماءهم وخبراءهم وكل من له علم عندهم، ليأتوا به ليأتوا بهم في في فيجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما قال الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لاحظ هنا هذه الآية غرضها الحكم بعجزهم، وهذا من إعجاز القرآن، أنه إلى قيام الساعة لن يفعل أحد مهما كان ومهما اجتمع أهل الأرض في وجود الريب في القرآن، لا يمكن، لأنه كلام رب العالمين الذي كمل في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وكمل به كتابه. فهنا حكم بعجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يجدون فيه قصوراً أو ريباً، وهذا من إعجاز القرآن إلى قيام الساعة. ولذلك توعدهم الله، قال ولن تفعلوا، ثم قال فاتقوا النار، فتوعدهم على هذا التكذيب الذي لا يستطيعون معه الاستجابة وأن يأتوا بمثل ما طلبهم به، توعدهم بالنار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. جعل أيها الإخوة النار مقام العناد، ولم يقل اتقوا التكذيب أو اتقوا العناد، قال اتقوا النار مباشرة لأنها جزاؤهم، وفي هذا إيجاز. ثم ذكر الناس مع الحجارة، وقدم الناس، لماذا؟ مبالغة في تهديدهم، وأنكم أولى الناس بالنار، أولى النار، أولى من يكون في النار أنتم، ثم الحجارة. ثم أيضا أيها الإخوة تأملوا كيف قارنهم مع الحجارة. الحجارة التي لا تحرقها النار في الدنيا هي وقود النار يوم القيامة، فتأملوا كيف أن الله أشار إلى عظم النار بأنها لا تتقد بالأشجار، وإنما تتقد بالحجارة، وهذا دليل على عظمتها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم، عياذا بالله. فذكر الحجارة هنا إشارة إلى فرط حر جهنم وامتيازها عن النيران الأخرى، توعدا لهم و تأكيدا على عظم جزائهم وعذابهم. ثم انتقل أيها الأحبة إلى وعد كريم وبشرى كريمة عظيمة من الله عز وجل في قوله، بعد أن ذكر حال المكذبين جاء بحال المؤمنين. والله يا إخواني تأملت القرآن فما وجدت الحقيقة، يعني بيان لآيات الجنة وعظم جزائها وكمالها مثل هذه الآية. ولذلك لماذا؟ لأنها واردة في حال جزاء الكمل الذين اهتدوا بالقرآن، كما أن تلك في بيان حال المكذبين ذكر الله تعالى هنا باختصار شديد حال أهل الجنة في تنعمهم كامل التنعم. وتأملوا معي، تأملوا معي أيها الأحبة كيف افتتح الله الآية بالتبشير: بشر أنت ولله مثل الأعلى ولكتابه. أنت إذا أردت أن تدخل السرور على إنسان مباشرة تقول أبشر، لا تستفتح الكلام بأي كلام إلا أبشر أبشرك. فالله تعالى هنا افتتح الكلام للمؤمنين لعباده المؤمنين بقوله مخاطبا نبيه: بشر المؤمنين، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففيه مزيد تكريم. وتأملوا أيها الإخوة أن هذه الآية ذكرت كما ذكر ابن سعدي رحمه الله في تأملاته، ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة. فما هو المبشر؟ من هو المبشر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمبشر المؤمنون، والمبشر به الجنة، والسبب الموصل لهذه البشارة العمل الإيمان والعمل الصالح. فكملت هنا أطراف البشارة كلها، فما أعظم هذه البشارة
وما أعظم من حقق أسبابها وكان من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها جميعا. قال الله عز وجل إن أن لهم جنات، قال لهم شعارا بأن هذا مستقر لهم متحقق لهم، ثم جمع الجنات، وجمع الجنات دال على عظمتها وتعدادها، على عظمتها وتعدادها، وفيه مزيد إكرام. ثم قال جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي هذا إشارة إلى كمال صورتها وحسن منظرها. يظهر ذلك من أمور: أولاً التعبير بلفظ تجري، تجري، ولا شك أيها الأخوة أن جريان الماء أفضل من ركوده، فالماء الجاري أكمل وأنظر من الماء القار، ففيه تجدد. ثم أيضاً قال من تحتها، زيادة لتحسين وصف الجنات، وذلك أن أنهار الجنة تجري بين الجنان من غير أخدود، من غير أخاديد، وهذا أكمل محاسن الجنات وأفضلها. قال الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فيه بيان زيادة لذتهم وفي أرزاقهم وتنوعها. ثم قال أتوا به، فهو النعيم يؤتى به لهم، ولم وليس هم يطلبونه بمشقة وطلب كما هو حال النعيم أو كما هو حال الدنيا. قال الله عز وجل لهم فيها أزواج، وهذا مزيد إكرام من جهة تعدد اللذات وتكاملها. والتعبير بأزواج بدل زوجات، لماذا قال ما قال زوجات؟ هنا لطيفة جميلة، وهي إشارة إلى اختصاصهم بتلك الأزواج، وذلك لأن المراد بالأزواج القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشاركه فيها غيره، فعبر بالأزواج دون الزوجات، وفي ذلك مزيد إكرام. ثم التعبير بمطهرة، ما يدل على أنها مطهرة من كل عيب وأذى حسي ومعنوي. ثم قال وهم فيها خالدون، فعبر بخلودهم فيها، وذلك فيه إزالة لتنغيص عليهم في تنعمهم، لئلا يظنوا أن هذا النعيم نعيم مؤقت أو محدود. الحقيقة الكلام ربما يأخذنا والوقت يداهمنا، لكن لعلي أختصر. قال الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. فقط أريد أن أقف وقفة يسيرة مع هذه الآية، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ما معنى هذا الكلام؟ اختلف فيها في هذه الآية المفسرون اختلافا طويلا، لكني أختصره بالقول الصحيح، وهو أنهم كلما أوتي لهم بثمرة كانت هذه الثمرة أيها الأخوة مع أنها هي الثمرة أو هي اسم الثمرة، مثل أوتي بالرمان هذا اليوم، كان هذا الثمر أعظم لذة وأكمل طعما من الرمان الذي أوتي من اليوم الذي قبله. فكل يوم يؤتى لهم بهذه الفاكهة اسمها هي اسم الأولى وشكلها هي شكل أولى، لكن طعمها أكمل. وهذا يا إخواني سر من أسرار نعيم الجنة، أن نعيمهم يزداد كل يوم اللذة. الله أكبر، ما أعظم هذا الحال. نسأل الله الكريم من فضله أن يرزقنا هذا النعيم المقيم. ثم في دقيقتين أيها الأخوة أختم في الحديث في الآيات التي بعدها بحديث مختصر، وهي قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها أن الكافرين حينما دمغوا وتحدوا وتحداهم الله عز وجل بالقرآن وأن يأتوا بمثله ولم يكن لهم سبيل إلى ذلك، لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى الشبه والتنقص والحيل، فقالوا كيف هذا القرآن يضرب به الذباب، يضرب فيه العنكبوت مثلا وغيرها، كأنهم أرادوا أن يستنقصوا القرآن من حيث هذه الأمثال التي ضربها الله فيه. وإنما ضرب الأمثال هذه لمن؟ ضربها الله عز وجل لآلهتهم. فقال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم،
لأن هذه الأمثال تزيد الإيمان، تزيد المؤمنين إيمانا. وهذا يفيدنا في علم علوم القرآن أن الأمثال يا إخواني لها فائدة عظيمة في القرآن وهي كثيرة، أنها تزيد الإيمان بحكم الله عز وجل بقوله هنا: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي من المؤمنين يضل به كثيرا من الكافرين ويهدي به كثيرا من المؤمنين، وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن أمر الله وحده. ثم ذكر صفاتهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وفي هذا إشارة للمشركين ولأهل الكتاب المعاندين، لأنهم هم الذين نقضوا أمر الله عز وجل. ثم رد الحديث بعد ذلك بالاستفهام، قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. رد الكلام إلى الدعوة الأولى، أليس قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ قال هنا: كيف تكفرون بالله بعد هذا البيان وهذا التفصيل وهذا الاستدلال والبرهان؟ فبهذا أيها الإخوة يتبين لنا سياق هذه الآيات وتتابعها على هذا المعنى. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.